من التعميمات يلي كتير بنسمعها اليوم ويلي بالحقيقة صار لنا فترة طويلة بنحكي فيها إنه نحن ماشيين ورا الغرب وكل شيء عنا أخدينه من الغرب. بس هل يا ترى شي مرة خطر ببالنا العكس؟ إنه شو أخذ الغرب من عنا نحن؟ إيه لا، لا تستغربوا، حتى اسم القارة العجوز أوروبا أخذت اسمها من أميرة سورية. مستغربين؟ طيب خليكم معي لتسمعوا القصة كاملة. بتقول الأسطورة أنه كان في أميرة سورية اسمها أوروبا، هي بنت الملك السوري الفينيقي أجينور يلي كان بيحكم فينيقيا. والملك أجينور كان عنده بنت وولد، البنت اسمها أوروبا والولد قدموس، ويلي عطى اسمه للمدينة اليونانية القديمة كادميا ولمدينة القدموس السورية. وبتكمل الأسطورة أنه الإله زيوس هو كبير آلهة الأولمب باليونان، سمع عن جمال الأميرة السورية الفينيقية أوروبا وشافة مرة من جبل الأولمب ووقع بشباك حبها، فقرر أنه يخطفها. وبيوم من الأيام راح زيوس للشواطئ السورية على هيئة ثور، وكانت أوروبا على الشاطئ مع وصيفاتها وقنع أنها تركب على ظهره. وفعلاً اقتنعت لأنها كانت تحب البحر والمغامرات واكتشاف الأماكن الجديدة، وركبت على ظهر زيوس يلي قطع فيها البحر لحتى وصل على اليونان وأعلن زواجه منها. تفقد الملك أجينور بنته أوروبا، ما لقاها، عم بعت أخوه قدموس ليدور عليها، وضل يدور لحتى وصل لمدينة طيبة اليونانية ويلي بتحمل اليوم اسم ثيفا. وبهالمدينة استقبلوا الناس أحلى استقبال، فقعد بيناتهم وعلمهم الأبجدية السورية الفينيقية وأنشأ مدينة قدميا. أما الأميرة السورية أوروبا فجابت بعد زواجها من زيوس أولاد، حكم كل واحد منهم مدينة من مدن اليونان القديمة. وبما أنها كانت دائماً مولعة باكتشاف مناطق جديدة ما حدا وصل لإلها، فاكتشفت مناطق ما إلى اسم من قبل، مشان هيك تسمت أوروبا على اسم الأميرة وهي اليوم قارة أوروبا يلي كلنا نعرفها. إذا عجبتكم القصة لا تنسوا تكتبوا لنا هالشي بالتعليقات أو تشاركوها، وإذا عندكم معلومات ما حكيناها احكوا لنا إياها أنتوا. سلام.